إنتاج المسلم الأمازيغي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتما لاستماع المتابعين عزان، أرسلتم مرحبا برنامج أذكار اليوم والليلة، الحلقة اللي زرينا يتما نسول في الأذكار اللي اتني ومسلم صلاة الجنازة. نا بأن مسلم يقرأ الفاتحة من بعد التكبيرة تمزواروت، ثم أريد ظل في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غا التكبيرة السنت، ثم أريد تدعو للميت غا الركعة أو التكبيرة السكرت، ثم أريد تدعو دي مسلمين كلهم التكبيرة السكوست. أما إغي موت يتما إكراو فروخ إغتكران تفروخ تيمزين يعني يموت دون سن البلوغ، فلان بعض الآثار في بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض التابعين أتنا رحم ربي وريس بس أتنتعلم إن شاء الله تعالى الحلقات يغم متيت ميكرو فروخ يمزين نغتيرا نتفروخت تمزي، فنردس ندعو قد ظليت أرسنتني اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. غادي يتمي الأثر في أبو هريرة رضي الله عنه، ثم كذلك زغ الأثر كذلك أين مسلم اللهم اجعله فارطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. ألسنا عود، اللهم اجعله فارطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. ثم كذلك يتم ممكن الإنسان يدعو كذلك أين اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، فكذلك غالية زغ الأثر اللي تبتن في الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، فكل أيتما الأثر اللي مس في الدم هاتي ويعني نروي في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نروتند في بعض الصحابة بعض التابعين وريس بس الإنسان أتني التعلم أتني تخصو تروى إي مسلم اللي مزين اللي متن دون سن البلوغ، نضرب ربي سبحانه وتعالى يرحم جميع موت المسلمين لا ميم قرن ولا ميم زين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنتاج المسلم الأمازيغي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.